ما دام يعني كاين هناك اكتشاف من طرف، انا نقول يعني هما ديجا يعرفوا بنفسهم، لان علاش عملوا اعمال في اليوتيوب وقدموا، يعني شافوا احنا شفنا القدرات تقريبا اللي عندهم هما، نقول يعني فرضوا الوجود نتاعهم في اليوتيوب، لان ما لقاوش مجال ولا فضاء وين يقدروا يقدموا مثلا ابداعهم ولا حتى الشيء اللي راهم يخموا فيه، الجماليات اللي عندهم، المضامين اللي موجودة عندهم إلى آخره. نقول بون معليش نستعينوا بهذا الشباب، لأن الجيل هذا اللي راه صاعد وجاي إلى آخره، نقول جيل متثقف لاباس به. نقول لكن في بعض الأحيان هناك شباب يعني يتغروا كثير 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 جدا، لأن لما يشوفوا مثلا المشاهد عنده مثلا البوز داير البوز بحلقة ولا بزوج إلى آخره، وأنا نظن ما لازمش يتغروا. معليش نستعين مثلا نشوفوهم في رمضان مع الكبار، مع الممثلين القدماء إلى آخره، ولا حتى الجدد. نقول صراحة لي جون هادو قاعدين يقدموا يعني في أعمال، يعني أعمال أنا لأن نقول لك صراحة ما نتبعش بزاف اليوتيوب إلى آخره. أنا مثلا كي قلت لي راه معايا أبلا قدم يعني شيء مليح، شيء لاباس به كما يقولوا، من هذا الشباب الصاعد. نظن عنده رؤية في الإخراج، في المضمون، حتى في تسيير الممثلين إلى آخره، ولو حتى مثلا ممثلين هوات ما كان حتى مشكل. ولكن الشيء اللي نقول أنا كما قلتها اولا وقبل كل شيء، الفكاهه ماهيش بهلوان، الفكاهه ماهيش سيتادير كو نتعوج ولا ندير الكلون ولا ندير هذيك، مثلا لان الفكاهه يعني عندها اختصاصها، عندها كما يقولوا قواعدها، عندها كما يقولوا كما نقولوا حنا طريقتها كيفاش تتعامل الى اخره، لان كاين الفكاهه نتاع الحوار، كاين لا سيتياسيون، كاين حتى لي غريماس اللي يضحكوا، كاين حتى، ولكن هي لا سيتياسيون هي احسن واحسن، لان لما نختاروا الكاتب يعمل مضمون كما ينبغي، هناك الشخصيه اللي راح تقدم هذا المضمون هذا لازم تكون شخصيه بارزه، ما يقدر يقدم كما نقولوا حنا، يقدر يخلق شخصيه كما ينبغي، يلبسها ويتقمصها كما ينبغي.